يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد نهاركم سعيد. 15/5/2015. حلو قوي. 5/5/5. طبعا احنا موجودين معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره. اسمعوا لي في البدايه صباح لزميلتي ايمان قبل ما نستعرض معاكم فقراتنا للنهارده يوم الجمعه. صباح الفل يا ايمان. صباح الخير يا ديما. صباح سلامتك الخير. الف سلامه. الله يسلمك. صباح الخير لكل المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده. طبعا زي ما احنا متعودين دايما في يوم الجمعه بيكون معانا فقره دينيه. النهارده في الفقره الدينيه هيكون معانا الشيخ احمد المراغي من علماء الازهر، وهنتكلم عن فضل الاشهر الحرم. وطبعا احنا متعودين معاكم في نهارك سعيد ان احنا دايما بنبتدي معاكم في فقره الصحافه واستعراض لاهم منشطات الصحف الرسميه. وطبعا معانا للتعليق عليها الصحفي المتميز مصطفى الاسواني، وهو صحفي بجريده الشروق. كمان هيكون معانا فقره بمناسبه احتفاليه حركه مصر السمراء بيوم افريقيا. هيكون معانا استاذ حسين محمود مؤسس حركه مصر السمراء، وهنتكلم عن تاريخ واهداف الحركه. وكمان معانا في اطار تشجيع الشباب معانا مبادره او مؤسسين فريق طموح للكنوز البشريه. وطبعا هتعرف على ايه هي المبادره وايه هي كمان كانت ازاي وايه حكايه فريق طموح كنوز بشريه مع مؤسسين المبادره، وهو عبد الرحمن مؤمن مؤسس فريق طموح للكنوز البشريه، ونور الجنه درويش وهي منشده. وكمان هيكون في فقره مهمه هتكون مع دينا، هتكون عن فعاليات اليوم العالمي لمرضى السرطان. هيكون ضيوف الفقره يسرى محمد صلاح عضو الجمعيه المصريه لمرضى السرطان، واستاذ احمد منصور عضو الجمعيه المصريه لمرضى السرطان. نبدا على طول معاكم وفقره الصحافه، فخليكم معانا بعد الفاصل.